ناس زمان قالوا الدنيا قش في قش واللي تنفخ يتفش. عليكم كي دايرين؟ لاباس بخير؟ كنتمنى تكونوا في صحه جيده وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. بلا شك كتكونوا عرفتونا فين، حنايا في الساحه ديال جامع الفنا، وفي هذا الفيديو هذا ندويو على الطوموبيلات اللي بغي. مراكش هي من المدن اللي تأونكازات في لاكوف 22 باش انها تحمي المدينه ديالها من انبعاثات ديال التلوث، واول قرار اتخذته هي انها حولات هذه الطوبيسات ديالها للطوبيسات اللي كيخدموا بالالكتريسيتي، طوبيس اللي 100% الكتريسيتي اللي كيف كتشوفوا معنا اللي هو هذا اللي بغيت. هذا القرار هذا واش ايفيدون بالنسبه لجميع المواطنين ولا لا؟ كتبقى مساله ديال اختيارات، داكشي علاش هضرنا على الطوموبيله اللي بغيت. تتعتمد السيارة هجينة على جوج ديال المحركات، واحد المحرك كهربائي واحد المحرك ديال ليسانس. من يالله كديماري الطوموبيلة ديالك وكتحرك وكتقول بسم الله، ديك الساعات الموتور ديال الضو هو اللي كيكون خدام في الطوموبيل. ابري ان سيرتان مومون ملي كتبدا تقادا لاباتري ديال الضو كيبدا الموتور ديال ليسانس هو اللي خدام. او ميم طون الموتور ديال ليسانس كيكون خدام، الموتور ديال الضو كيكون كيتشارج. مي كتكون كتفراني في الطوموبيله كتنتج على داك الفريناج واحد الاحتكاك، داك الاحتكاك كينتج واحد الطاقه حراريه اللي بدورها كتحول طاقه كهربائيه كتخزن في الموتور ديال الضو باش كتعاود تستعمل. باش كتكون اكتشفتوا بان الطوموبيله الهبريد هذه ما كتحتاجش على انها تشارجا بالضو من ان سيكتور اكستيريور، يعني من واحد البوطو ديال الضو اكستيريور. علاش؟ لان او ميم طون هي خدامه او ميم طون هي كتشارجا بشي حوايج اللي كاينه ديجا في الطوموبيل. الطوموبيلات هذه كاين بعض الاختصاصيين ديال مجال المال والاعمال اللي كيقولوا عليها بانه عباره عن بارادي فيسكال حيت هي معفيه من لافينيات. ولكن بعد ما شفت انايا جميع المميزات ديال هذه السياره ما جاتنيش شي حاجه غريبه انها تكون بارادي فيسكال، لان اصلا الدوله كتبغي تشجع هذا النوع ديال السيارات اللي كتحمي البيئه ولا تحمي الاجيال اللي جايه من بعد، ولا تعطي المواطن واحد القوه امام الشركات اللي كتبيع عليه المازوت. كان معكم احمد الامداسي الى فيديو اخر من الفيديوهات ديالنا. السلام عليكم.